الحاكم. الحاكم الدولية السويسري يعلن صفرة البداية، والبداية لمصلحة منتخب البحرين. الآن بكرة داخل منطقة الجزاء، ملعوبة الكرة الماضية، لكن أيضا من خلال منافسات هذه المواجهة هنا في المباراة النهائية. المحاولة ملعوبة قصيرة لمنتخب البحرين على مشارف في منطقة الجزاء، أرضية تلعب، لكن أيضا تصطدم، تحولت إلى خارج أرضية. المعودي يبدأ بتشكيلة مكونة من فواز القرني، ثلاث تغييرات على تشكيلة المباراة السابقة بالنسبة للمنتخب السعودي الذي يبدأ محاولة الآن أولى على مستوى شوط المباراة الأول. كرة داخل منطقة الجزاء تأتي، لكن التصدي والإبعاد إلى خارج أرضية عطيف أمامهم سالم الدوسري وفراس البريكاب واللاعب اللي هو عبد الله الحمدان، بينما في الجانب المقابل منتخب البحرين كما جرت العادة بالنسبة لليوسوزو في هذا أو في هذه النسخة هو اللاعب ياسر الشهراني. في اللقطة الماضية يلعب كرة صدمت في عارضة الحارس سيد محمد جعفر، بينما يعود حكم المباراة ليونيل جيدي من أجل إشارة البطاقة الصفراء على اللاعب اللي هو سلطان الغنام. هذه كرة ياسر، هذه كرة، لا والله لا والله، مو بياسر اللي سدد الكرة، والمحاولة الماضية هو سالم الدوسري. يا سالم، الله يا سالم، كرة بالقدم اليمنى في الزاوية البعيدة، لكن اصطدم راشد الحوطي، علي حرم، جاسم الشيخ، كوميل الأسود، ومهدي حميدان، وعلي بدن، وفي المقدمة محمد الرميحي. هذه التشكيلة التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي إليو سوزا من خلال مباراة اليوم، من خلال الأسماء الحاضرة في أرضية الملعب. لا وجود للاعب سبق وأن سجل في مشوار المنتخب البحريني إلا اللاعب علي مدد، أيضا اللاعب جاسم الشيخ عفوا الذي سجل الهدف الثاني في شباك منتخب الكويت، يتواجد أيضا في مباراة اليوم. ومن خلال هذه التشكيلة كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، راسية تأتي، اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، مطالبة بركلة جزاء بلمسة يد سيد مهدي باقر، هو من لعب الكرة الراسية الماضية. هذه المحاولة الماضية لا وجود فيها للمسة اليد، اصطدمت في عبد الله طيف، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى فواز القرني. محاولة لمصلحة المنتخب البحريني، ركنية أخرى تأتي في الدقائق الأولى، ملعوبة المحاولة بشكل مباشر تأتي، لكن إلى خارج أرضية الميدان. محمد حسين، وقبل ذلك في ثلاث مرات عن طريق حمود سلطان. حمود سلطان فاكهة من فواكه دورة الخليج، للمرة الأولى في عام 1970 على أراضي البحرين، وانطلقت الفكرة بعد ذلك لتستمر بحول الله ولتسعى. حالة الإعلاميين، حضور المنتخبات، التغطية التلفزيونية، كل هذه الأشياء تأتي من أجل أن تترجم فعليا وضعية كأس الغيث. يمتلئ الملعب شوي شوي، يبدأ الضغط يزيد شوي شوي، تبدأ الحرارة ترتفع شوي شوي. لا مكان لأصحاب القلوب الضعيفة وأمراض السكري التي تمني النفس بإحراز اللقب المفقود منذ سنوات بالنسبة للأخضر، والذي لم يأتي بعد بالنسبة للأحمر البحريني. كرة بمحاولة لمصلحة المنتخب السعودي، أرضية في منطقة الجزاء، بعيدة الكرة الماضية، عادت من جديد تدخله. ركلة جزاء ليونيل جيدي، جيدي 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 يعلن عن ركلة جزاء لمصلحة الأخضر الآن في الدقيقة العاشرة منذ بداية أحداث شوط المباراة الأول، ولمصلحة من؟ سالم الدوسري بالكاب. الله يعطيف، الله يعطيف، أوهو يعطيف، إبداع يأتي بأقدام يعطيف وبالكاب إلى سالم، ومن سالم إلى عرقلة تأتي باحتساب ركلة الجزاء، باحتساب ركلة الجزاء لمصلحة المنتخب السعودي الذي ينتظر تأكيد حكم المباراة الدولي السويسري ليونيل جيدي. ليونيل جيدي ينتظر تأكيد صحة قراره باحتساب ركلة الجزاء في اللقطة الماضية وفي المحاولة الماضية التي سقط من خلالها سالم في أرضية الملعب، وأعلن من خلالها ليونيل جيدي على أول أهداف اللقاء وعلى أول أهداف في المواجهة، أو على فرصة من أجل أول أهداف في اللقاء بأقدام سالم الدوسري. سالم الآن على التنفيذ، أو من اللي راح ينفذ؟ سلمان، سلمان، سلمان،
القادمة من سايتاما إلى أراضي الدوحة والباقي من أجل بطولة العالم للأندية، يبحث عن لقب مفقود منذ أكثر من 14 سنة، يبحث عن كرة في شباك السيد محمد جعفر. جماهير الأخضر في مدرجات ملعب عبد الله بن خليفة تتأهب للكرة والمحاولة القادمة. هيرفي رينار على خط النار، على خط النار، والسيد جعفر على خط المرمى، وسلمان على مستوى التسديد في اللقطة القادمة لأجل هدف في المباراة الأول. ركلة جزاء لمصلحة الأخضر من أجل استعادة البريق، العودة إلى العرش المفقود، البقاء على القمة، الانفراد بالوصافة. سلمان لا 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 ضاعت على سلمان، ضاعت على سلمان بعيدة عن مرمى السيد محمد جعفر إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى، الكرة والمحاولة الماضية واللقطة بعد ذلك، هذه بعيدة تماما عن مرمى السيد محمد جعفر. ضاعت ركلة الجزاء وتستمر الأمور على مرمى السيد محمد جعفر، ولتستمر الأمور تعود في الجانب المقابل. بحرينية فواز القرني، الصافرة موجودة والخطأ موجود لمصلحة المنتخب البحريني، والكرة بعد ذلك بقرار من ليونيل تشيدي. هذه الكرة اللي كان فيها تدخل وإبعاد، برافو فواز في التوقيت المناسب لعب المنتخب البحريني في أرضية الميدان، والكرة بعد ذلك أبعدت وصلت في الجانب المقابل إلى خطأ لمصلحة منتخب البحرين في الدقيقة رقم 13 منذ بداية أحداث شوط المباراة الأول. كرة ملعوبة لمصلحة المنتخب البحريني، أبعدت اللقطة الماضية. إسماعيل مرة أخرى وصلت براسية وإبعاد في توقيت مناسب جدا من اللاعب أحمد نبيل، مرة أخرى تعود لمصلحة الأخضر. صافرة من حكم المباراة ليونيل تشيدي يعلن من خلالها عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب السعودي على مستوى منتصف في ملعب البحرين. هذه الكرة الماضية، وهنا قرار حكم المباراة السويسري ليونيل تشيدي الذي يدير هذا اللقاء، بينما السقوط للاعب سالم الدوسري الذي تسبب بركلة جزاء. الله على ما يقدم سالم، والله على الأداء الكبير الذي يظهر من خلاله سالم، والله على المهارة الكبيرة والمتعة التي يقدمها سالم بقميص ناديه الهلال أو حتى بقميص منتخب بلاده الأخضر، يظهر من خلال مباراة اليوم ويسجل ركلة الجزاء. لكن بعد ذلك ضاعت بأقدام سلمان. عادت المحاولة الآن في الجانب المقابل، خطأ لمصلحة المنتخب السعودي في منتصف في ملعب المباراة. كرة ملعوبة الآن قصيرة، الكرة الماضية داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا عادت تحولت من جديد لمصلحة الأخضر. الآن تسديدة داخل المنطقة، محاولة خطيرة جدا لا زالت قائمة، والتغطية الدفاعية تأتي والإبعاد إلى خارج أرضية المنتخب السعودي. ملعوبة بشكل سريع، المحاولة الماضية تصل إلى عبد الله طيف، عبد الله في الجهة اليمنى، عرضية ملعوبة، الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن إبعاد وتصدي ومصدارة المجموعة والتأهل إلى الدور نصف النهائي وإخراج أصحاب الأرض والجمهور. كرة تصل بمحاولة الآن خطيرة لفراس على مشارف منطقة الجزاء، عادت في الجهة اليمنى، سلطان الغنام يبحث عن التقدم، يعيد المحاولة، تصل إلى عبد الإله المالكي، عودة بالكرة إلى اللاعب عبد الله طيف، لمسة إلى القائد سلمان داخل منطقة الجزاء، وبعدت من أمام الحمدان، عادت من جديد إلى سلطان الغنام في الجهة اليمنى، يبحث عن العرضية، عرضية تأتي من سلطان لكن أيضا بعيدة عن لاعبين الفر. شارك وسيد شبر، شارك محمد الدوسري، شارك. كرة بمحاولة لا زالت في أرضية الملعب لمصلحة المنتخب البحريني، لكن أيضا تغطية بتوقيت مدربا للمنتخب البحريني. كرة بمحاولة تأتي الآن أمامية ملعوبة، لكن أيضا سالة وصلت إلى حظية خطيرة قصيرة كانت. خبراني الله عليه تشعر وبأن لاعب خبرة محمد عبده خبراني تعامل بشكل مثالي جدا مع المحاولة الماضية وأبعد الخطر من أمام المرمى، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل إلى رمي التماس، هنا التدخل يأتي، والكرة بعد ذلك من أمام سالم الدوسري بتدخل من سيد رضا عيسى، أو هذا محمد، أو سيد محمد، من سيد محمد جعفر، والتصدي وإبعاد الخطر من أمام عبد الله الحمدان. الحمدان بالمناسبة عبد الله الحمدان
وحتان باهبري وفراس حميدان وتياغو البحريني والسعودي هما الوحيدان القادران على يعني المنافسة على لقب الهداف. فيما لو سجل أي واحد منهم هاتريك في مباراة اليوم، وهذا الأمر يبدو صعبا جدا بالنسبة لواحد من الأسماء التي ذكرتها، سواء بالنسبة للاعب علي مبخوت الذي يواصل تألقه في بطولات كأس الخليج ويقترب تدريجيا من معادلة الأرقام القياسية المسجلة خلال السنوات والسنوات الماضية باسم جاسم يعقوب، ماجد عبد الله، حسين سعيد، جاسم الهويتي وفيصل الدخيل. اليوم علي مبخوت يقترب، وفي حال أن اشترك في البطولة القادمة في بطولة هيرة تصفق توازر تشجع، كرة ملعوبة تأتي لكن أيضا تغطية بتوقيت مثالي جدا وإبعاد المحاولة الماضية عادت في الجانب المقابل مرتدة. حكم المباراة يعلن فيها استمرارية اللعب، لا وجود الخطأ. وصلت إلى حارس المرمى سيد محمد جعفر، وصلت إلى سيد محمد جعفر كرة بعد ذلك عند ياسر الشهراني في الجهات اليسرى، عودة بالمحاولة إلى محمد خبراني، أمامية ملعوبة من خبراني، رأسية وإبعاد بعد ذلك من سلطان الغنام، لمسة تعود من جديد، أبعدت الكرة الماضية صافرة وخطأ لمصلحة المنتخب السعودي. المشاركة رقم 23 لكلا المنتخبين، السعودية غابت عن النسخة العاشرة والبحرين غابت عن النسخة الثانية، باستثناء ذلك فكلا المنتخبين سجلوا حضورهم على مستوى بطولات كأس الخليج كما ذكرت، باستثناء نسخة وحيدة فقط لكل منتخب غاب من خلالها. كرة المحاولة أمامية ملعوبة الآن، لكن أيضا تدخل من سيد محمد باقر أو سيد مهدي باقر إلى خارج أرضية ملعب هذا أحمد نبيل من أجل التأكد فيما لو كان المنتخب السعودي يستحق ركلة جزاء في اللقطة الماضية وفي المحاولة الماضية، ركلة جزاء أخرى للمنتخب السعودي. هذه المحاولة، هنا السقوط وهنا التدخل، هنا التدخل بيروح للفيديو الآن. اللعب أعلن استمرارية اللعب، لا وجود ركلة جزاء، هي ركلة حرة في الجانب المقابل لمصلحة المنتخب البحريني، وبالتالي تستمر الأمور في شوط المباراة الأول بنتيجة التعادل السلبي هنا في نهائي بطولة كأس الخليج خليجي 24. من يتوج في الأراضي القطرية؟ توجت الكويت بلقبها الرابع في النسخة الرابعة، وهنا في 92 توج العنابي بلقبه الأول في نسخة 2011 أو في نسخة 11، وتوج العنابي أيضا مرة أخرى في النسخة 17 بثاني ألقابه على حساب المنتخب العماني بفارق ركلات الترجيح. في خليجي 24 من يتوج باللقب؟ البحرين للمرة الأولى في تاريخها، أم المنتخب السعودي للمرة الأولى بنسختها الجديدة؟ النسخة الجديدة وقفت في وجه الأخضر كما فعلت النسخة القديمة في 24 سنة. محاولة بحرينية عرضية داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع الكرة والمحاولة الماضية بعد ذلك لا زالت في أرضية الميدان، لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة. عرضية تأتي والتصدي إلى عادلة خارج أرضية الملعب، زياد الصحفي في المكان المناسب يبعد الكرة والمحاولة الماضية تصل إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى، ركلة ركنية عفوا على يمين حارس المرمى فواز القرني. 3 دقائق بعد نهاية الوقت الأصلي، ثلاث دقائق. كأس العالم للأندية يوم 14 الشهر، بعد 6 أيام بالضبط، بعد 6 نفسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق بعد 3 أيام من الآن بمواجهة السد مع بطل أوقيانوسيا يوم 11 بحول الله من هذا الشهر. ونعلم تماما بأن ملعب نادي السد وملعب استاد خليفة المونتيالي واستاد الجنوب هي الملاعب الأربعة التي ستستضيف الحدث المونتيالي القادم بمشاركة 3 أندية عربية. السد المستضيف القادمة انتصف شوط المباراة الثاني، نلعب في 22 دقيقة أخرى متبقية قبل نهاية أحداث الشوط الإضافي أو الأصلي الثاني. كرة عرضية خطيرة ملعوبة، جول بحرين وبأقدام ابن هرمحي تسجل أول أهداف اللقاء،
تسجل هدف في المباراة النهائية، تفجر الأفراح في كل مكان. يا مال يا مال، تسجل البحرين ويضع كرة في المرمى ليتقدم المنتخب البحريني الآن بأول أهداف اللقاء. هي لا 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 ارميحي ارميحي ارميحي، يضع كرة في شباك الحارس فواز ويعلن عن أول أهداف اللقاء وأول أهداف المواجهة النهائية. فرحة المدرج، فرحة المدرج له. يا سلام على مدرج البحرين، والله الله الله.